كنول ايوم بعد راه قاعده المصاريف صرفت اجازات من تمت يبقى هي القضيه بالك ربما ابسط نجبروا حاصلين التلاميذ ما ياكلوا التلاميذ في البرد والله العظيم شو هذا اللي دار الكوميسيون راه الغدوه تبدي تخدم فيها سما الغاز فيها لابورتور سوسيدي فيها المام تاع الجماعه تاع التعليم وتاع الدي او بي مع لي سيبيفيزيونال غادي يجيو عندكم ثم يبحثوا باش نكملوا هذا ما من شفتوا اشغال صغيره راه كاين في البلديه الاساسيات يخدموها حاجه نتاع مش عارف تاع دي فوا امور بسيطه امور بسيطه غارقين فيها المطاعم نتاعو على ولادنا ما ياكلوا ومع هذا البرد ما تيماجينيش كاين احتجاجات تاع التلاميذ